الهاتف الجوال منفع جمايله لا حتى انا العشاد عمك فضايله يحرص على سرارة انت تجيني موثقة من وحدة للناس ماني بقايله خلن يبي يشكي ظروفه ويتصل وجوالها اللي معي جوال عائلة وانا اللي جيت اتصل به واطمنه باخذ معي نهار عدله وحايله ولعند هلا كل منام والملا قامت على الشاشة تزاحم رسائله رسائل غرام من تبعت الشوق والعنا وتجدد جروح من العام زايله ورسائل غرام النابعة من مشاعره تشرح ظروف بين الاثنين حايله تقول اشوفه يوم يكتب رسالته يمسح دموع فوق الاوجان سايله يذكر ونذكر في زمان مضانا يوم الدهر لا كال يوفي مكايله الشجره اللي عندها الوعد واللقى تضفي علينا غصانها ومتمايله وديعت الله سرارنا في غيابنا اجي وانا نفسي على الوصل طايله كم ليله واهل الحسد ما دروبنا فرقت عن وجه نوع جدايله وجه تقول البدر في النص فلك تمل في ليل صيف مجهيات المخايله واقطف اثمار ما بعد هز هالهوى غضايبا عدله ولهيب مايله فيها نعومه ورد والورد لونها الورد الاحمر تنتمي من فصايله خذيت انا وياه حينا من الدهر وموثقين الود بصدق دلايله واليوم راحت مثل الاحلام وانتهت وحبل الرجا فاخت يديني وصايله ما غرهيم ولا حد يدري بحالتي واعدل على قلب انت زايد غلايله لولا يعبر عن خفاي ومشاعري ورعى الهوى ما عنده الا مثايله اني لسوق الزمن في حزه الضحى بقوم لهم في دروه المجد طايله روس الرجال اللي عزيز مقامها كل اللجا طري عده فعايله وبين الشكوى على كل عارفه واجعل قبايلنا تواجه قبايله اما اجتمع شمل الهسنين مفترق ولا كشفت السر والناس ضايله. سلام.